عايزين بقى نناقش في موضوعنا أسباب كراهية اللغة العربية. ليه الطلاب بيكرهوا اللغة العربية؟ وليه كمان بيكرهوا مدرس اللغة العربية؟ كمان طيب طيب بداية أسباب الكراهية بتاعت اللغة العربية، يمكن بيصدروا معلومات يمكن غلط شوية للأسف، اللي هم بينقلوها لبعض كمان، يعني مش بس هو بيبقى واخد الفكرة وخلاص، لا هو بيفضل يديها لأخوه وأخوه لابنه، وبعد كده يعني بيفضلوا يورثوها بقى يورثوها. لبعض. يعني الموضوع يعني بيتنقل لورث كده. هي دايما المشكله اللي بتقابلهم، يعني تيجي تقول له ايه مشكلتك في العربي يعني، او بتكره العربي ليه، يجي يقول لك النحو مثلا عنده مشكله اكتر كبيره قوي في حاجه النحو. معقده بالنسبه للطالب، يعني انا مش فاهم برضو، هو الفكره النحو بالنسبه له صعب؟ ما شاء الله سي في حضرتك شهادات مشرفه جدا. الله يخليك يا فندم. فطيب هو مشكلته في النحو، طيب يعني هل هو المشكله الحقيقيه؟ بصراحه انا اغلب الطلبه عندي لما بشوفهم بشوف مستواهم في الاول، بيبقى مشكلتهم فعلا في التأسيس. المرحلة الابتدائية بتبقى مرحلة لحد 6 ابتدائي يمكن مرحلة خطيرة جدا في النحو. في مشكلة في المدرسين أحيانا بتوع المراحل دي، بيبقوا معذورين فيها إلى حد ما. ترتيب المناهج ما بيبقاش شوية مظبوط، يعني مدرس ابتدائي مثلا بيدي مبتدأ وخبر مثلا، بيقابله في السكة مضاف إليه، طب مش عليا، فالمدرس بيضطر يحفظه حاجات غلط، فبيقول له مثلا ان المبتدا بيجي ورا خبر مثلا، في مرحله سنيه اكبر بعد كده يجي يقول له برده كلام مش مظبوط، هو مش عارف المضاف اليه، يقول له بعد الجر والمجرور مضاف اليه، فيبتدي يحفظ الولد تراكمات غلط حفظ دون فهم. للاسف. مش قادر الوم المدرس بتاع ابتدائي، ومش قادر الوم، يعني هي ترتيب المنهج شويه في ابتدائي في شويه يعني محتاج اعاده نظر بصراحه. فانما غير كده الدنيا يعني بعيده عن الاعاده، ان هو والتلقين والحفظ والكلام ده، بالتالي النحو قريب قوي قوي للفهم. مش هنلغي الحفظ طبعا، الحفظ جزء ما نقدرش نلغيه، بس هو مش بالشكل الكبير اللي هم متخيلينه. ومجرد ان الولاد بتبتدي تتاسس صح في الاساسيات، الطالب ده بعد كده بتبقى اي حاجه جديده مجرد فكره بيزود عليها. يعني اقرب ما يكون ليها الرياضيات او الماث، فهي فعلا اقرب ما هي يكون اشبه كده. بالمعادلات الرياضيه، دي حقيقه. وكمان اشبه مثلا لو باي لعبه زي لعبه كره القدم، انها محتاجه ممارسه وتدريب مستمر علشان تثبت المعلومه في دماغه ما ينساهاش. دي حقيقه دي حقيقه. هو المشكله ان هو حتى لما بيصادف ان هو يتعلم على ايد مدرس كويس وخلاص تمكن من جزئيه، بيهملها وبيرميها، والسنه اللي بعدها ما بيفكرش يفكر نفسه بيها. هو لو افتكرها زي ما مدرسه علمه او زي ما احنا بنعلمه، هتلاقي الدنيا بالنسبه له يعني بسيطه. ده جانب كبير في اللغه، اللي هو النحو، مشكله البعبع. حتى لما بيتصادف ويتحسن فيه الفتره، للاسف بيقول لنفسه كلام سلبي برضه، ان النحو برضه صعب وان احنا برضه مش هنقدر عليه. طب ما انت خلاص قدرت عليه وبقى كويس معاك السنه دي، يعني امسك بقى في الفرصه وابني عليها. ما للاسف يصدرها برضه لغيره، وبقت الولاد حتى هم صغيرين ما درسوش النحو. النحو يا مستر يعني، طب يطلع لي كبير النحو يا مستر. طب البلاغه برضو يعني بتبقى صدمه شويه، مشكله لبعض الناس، مشكله لكتير بتوع ثانوي البلاغه، لانه هو برضو هي برضو تاسيس، بتبدا التاسيس من اعدادي برضو مرورا بمرحله ثانوي. مرحله ثانوي يمكن بياخدها بشكل مكثف، يعني بشكل شمولي اكبر والدنيا اوسع متعمق متعمق اكتر. بس هي بتبدا في الاساس ان الولد في اعدادي حتى ما بيبقاش عارف الفرق في الاساليب، حتى ابسط حاجه ان هو بيتلخبط ما بين النهي والنفي من وهو صغير. يعني ابسط حاجه هو متلخبط فيها. لو الولد وهو صغير وهو كبير برضه يقدر يستوعبها، لو اتربطت له يعني ايه نفي ويعني ايه نهي مثلا، وايه الاغراض، الاغراض لازم تعدي على منطقه، يعني لازم يفهمها. صح. يعني مش يعني هم حافظين حاجات، اي امر يبقى نصح وارشاد مثلا. يعني انا لو قلت لك قوم من مكانك هيبقى نصح وارشاد برضو يعني لا طبعا لو لا. كلمت مثلا قطه او كلمت الموبايل بتاعي بقول له افتح بقى، يبقى بنصحه برضو ان هو يتفتح. يعني لازم يفهم الامر ده غرضه ايه. في اساسيات بتتفهم، ولما بتتفهم خلاص هو بيمشي لوحده، يبقى عندنا زي نقدر نقول قواعد او رولز، بيتعلمها بفهم وبيحفظها. في حفظ؟ في حفظ كبير. لا، بعد ما بيفهم، بعد ما بيفهم بعد كده بيطبق لوحده، بيبقى عنده القدرة على التطبيق. أي واحد المادة بتاعته هيبقى ماسكها كويس، هيبقى شايفها سهلة،
واي ماده انت شايفها صعبه وبتحل فيها وحش اكيد انت هتكرهها. ده يبقى مشكلتك صحيح. في الاساس انك تفهم وتذاكر بس. هو